هذه الأيام تجمع في ذاكرتها وطياتها الأمل والألم معا. فقبل أيام قليلة مرت ذاكرة الراحل الشهيد الخالد فينا ياسر عرفات رحمه الله، هذا الرجل العملاق الذي أبرز الهوية الفلسطينية وأن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال. وتتصادف أيضا مع رحيل الشهيد الأسير كمال أبو وعر وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الشهيد صائب عريقات. وأيضا هذا اليوم هو تجسيد للدولة الفلسطينية المستقلة التي أعلنها الراحل ياسر عرفات في دولة الجزائر قبل 32 عاما، لنقول للعالم أجمع أننا كفلسطينيين لن نساوم ولن نفرط في ذرة تراب من تراب وطننا الحبيب وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. المعرض يضم عدد من لوحات لفنانين من أبناء محافظة طول كرم، هذه اللوحات التي تتحدث عن نضالات شعبنا الفلسطيني على مدار العقود، تجسد الحياة الفلسطينية ومعاناته من خلال الريشة واللون، استطاع فنانينا تجسيدها على لوحاتهم. نشكر كل فنانين اللي شاركوا في هذا المعرض والتعاون مع هذه الجامعة لتجسيد ولتكون الفكرة دائما راسخة في عقول طلابنا في عقول أبنائنا من خلال هذه المعارض. حبيت أشارك في المعرض اللي فتحوه، كم لوحة من طبيعة فلسطين، فضفت إشي جديد وإن شاء الله يعني بقدر أعمل إشي حلو.